السلام عليكم متابعي موقع الطنجاوي، ومرحبا بكم في ميكرو الطنجاوي. الموضوع ديالنا هو علاش التاكسي خضر في طنجة وما كيوقفش، يلا نعرفوا السبب شنو هو. بالحق تاي ديك 5 درهم كيبقى يتخسر فيك، يعني خصك تعطي 15 درهم باش عاد هو كيكون فرحان، فهمتي؟ ملي كتجي الشتوية كيكونوا يعني يحك في راسك يوقفوا. دابا هما مابقاوش كيخدموا معنا في طنجة هنايا، حتى الشتا عاد كيحتاجونا، اما في الصيف عندهم مع من كيخدم. انا كنعرف السيد قايد النهار كيخدم في الريسيتا، فهمتي؟ شاطط له 30 درهم. دابا غادي نحاول نشبر التاكسي بوحديتي، ولكن حنا غادي نركبوا ثلاثه سابينه مع نشوف الرد فعل ديالو يدينا اقل مسافه. علاش دابا ملي كيعيطوا لك عيط ثلاثه ما كنسوقكش، الا شفتي ثلاثه ما كنسوقكش. وعملنا واش عندك على سيفان؟ غادي يعني غادي نتناقشوا انا وياك في هذا الموضوع. الدنيان انا كرت التاكسي ما حتى عندي سيله ولا عريش الشاونو كسيخو. ملي كتجي تشبر التاكسي ما كتجبرش، ما كتجبر والو. شباب التاكسي ما جا هذا كيقصد يدي ثلاثه البلايص كل واحد بكاريره. كيقول التاكسي في طنجه ما كيوقفش على ثلاثه ديال الناس، لا كان خالص سو واحد او لا سو واحد ثلاثه ما يديهمش. علاش زعما؟ وين متقول انا خدام المحطه كيجي ميتا ثلاثه ما بعثهم كيقولوا لا من داكشي، يعني خصو كل واحد يدي وحده، فهمتي؟ باش يدي ثلاثة البلايص ميتة ثلاثة الكريرات، فهمتي؟ ثلاثة ديال الناس. أنت سبق لك طحتي شي مشكل مع شي تاكسي؟ بحال أسود تاكسي أخانا سمع جا قال له ماشي فين؟ قال له السوق ديال حومة الشوك، عرفتي السوق ديال حومة الشوك؟ قال له 50 درهم، جا واحد قال له بلاصة طرو، قال له 50 درهم، ها 100 درهم، جا واحد قال له أنا دار التونسي غنعطيك 20 درهم، هي 120 درهم. شتا عندو قلت شنو كتعمل انت زعما شنو كتكريسي في عباد الله؟ قال لي ماشي شغلك. قلت له اجي وديكم الطاكسي هنا ب 50 درهم تتابيكم. يعني عزو عليك ديك الناس. حشومه علاش برانيين ماشي طنجاوة. منين كيجي مثال الكيران ديك ثلاثة بالليل كيبقاو يدخلوا الكيران كيجيبوا بنادم براني. طنجاوي ما يقدرش يعملوا هيداك. طنجة وصل لي تسمى. فهمتي كيفاش؟ نسينا وقع لك سباق لك، نسينا وقع لك شي مشكل مع بزاف ماشي شي حاجة وقعت لك نسينا مع مشي مو التاكسي بزاف. الغلط ديالو حسب عليا باقي العشرة، العشرة غير تولد وحسب عليا من الضحى حتى تما 30 درهم 50%، لكن مشيت تما ب 18 درهم خليت 30 درهم وصلت تما قلت له البيرو التاكسي ما تعرفي شكون هنا. يعني انت ولد يعني عارف فوقاش خصو يجي عارف كلش. انا عام 1975 وانا كرتي التاكسيات يعني في رياض سيطوان وطلعتي معاه فين رياض بام مرسى بام مرسى نهار المسيره. الا قلت لك شنو المشاكل اللي كتجبر مع التاكسي غير في طنجة؟ التوكسيه مشاكل عاوتاني. الا جبروك بثلاثه بيكم والله ما يوقف لك. علاش زعما ما يوقف لكش؟ خصو هو يطلع اي واحد. مثلا الا شبرتي اقل مسافه وجاتكم 5 درهم 3 بكم شحال تقدر تصعد؟ بحال مثلا حنا في بلاكات العوام ونزلتي قدام العمال جاتكم 5 درهم 5 درهم واخا تجيكي 3 درهم وكيقول لك 5 درهم بالحق تاي ديك 5 درهم كيبقى يتخسر فيك، يعني خصك تعطي 15 درهم باش عاد هو كيكون فرحان، فهمتي؟ دابا هما مابقاوش كيخدموا معنا في طنجة هنايا، حتى الشتا عاد كيحتاجونا، اما في الصيف عندهم مع من كيخدم. مرة دابا كاين واحد الابليكاسيون جديدة حسن من التاكسي وكذا، فهمتي؟ هي اللي كنخدموها من التاكسي صار مشى العيد ديالو. التجربة ديالي اخي مع التواكسية ديال الشمال طنجة، ملي كتجي الشتوية كيكونوا يعني يحك في راسك يوقفوا، ولكن ملي كتجي الصيفية إلا عندك شافك انتينا والمرأة والعائلة ولا العائل ما كيوقفولكش، ما كيبغيوش يوقفوا. ولا جيتي تشوف كاين بنادم عاود كيركب معاهم ثلاثة الناس كيقول له مثلا جيراري ديني، فهمتي كيفاش؟ ملي كيدينا الجيراري كيجبد 5 دراهم ولا 7 دراهم كيعطيها له، فهمتي كيفاش؟ يعني ما كافياش. إلا جينا نشوفوه، فهمتي كيفاش؟ إلا جينا نشوفوه راه ما كافياش، فهمتي كيفاش؟ الله يكون في العون، فهمتي؟ يعني هو كيضرب عاوتاني خصو يهز واحد مثلا طالع عند الجيراري خصو يهز واحد من هنايا وماشي في الطريق ديالو جبر واحد آخر كيتعاون معاه، فهمتي؟ آخر اللي خدام في الريسيتا دابا، فهمتي كيفاش؟ خدام في الريسيتا الله يكون في العون، فهمتيني؟ أنا ما غادي نجيش ضدهم أولا نجي فابور ليلو. الا جينا نهضروا في الواقع راه الشوفيرات اللي خدامين ماشي التاكسي ديالو مضيعين، واش فهمتيني؟ انا كنعرف السيد قايد النهار كيخدم في الريسيتا، فهمتي؟ شاطط له 30 درهم 30 درهم اللي قد الباترون ديالو تعاون معايا قال له هذا كيحضر فيها الله البركه، واش فهمتيني؟
وصحيح حد اي يحضر في الله البركه، ولكن ديك 30 درهم راه الله يكون في العون. من 5 الصباح هو كيطاطي حتى الجوج، وقال لك ها 100 درهم ديال 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 المازوت، وها 120000 ديالو، وخدام بوبري اللي قايل كيضرب تماره دا 30 درهم ما كافياش. بزاف ما يتقال في التوكسيات، كاينين الناس مساكن مراتين، كاينين الناس كبارين، كاينين الناس الله يحسن العون كيوقفوا غير بنادم اللي بلا ما نقول لك شي واحد كيكون بوحديته كيوقفوا له، اما ملي كيكونوا جوج على بدي كتوقع لي تجيبها شي عائله ولا كتجيبها شي جيران ديالها ولا كتجيبها شي برابريطه ولا كذا، حتى واحد ما كيوقف لي. والرساله كنقول الله يهديهم، وشوفوا في هذا الحال الدراوش، كاين الناس مساكن مراتين، كاين الناس اللي ما عندهاش، كاين شي التوكسيات، وكنقول من المنبر هذا برافو ليهم كيعاونوا الناس مساكن المعاقين اللي ما عندهم شي، واللي مراتين واللي فيهم بزاف اللي عندهم الاعاقه، كيجيو عندهم كيوقفوهم وهذاك وكيحسدوهم وكيتبعوهم، وكل واحد كيعطي الله سبحانه وتعالى الرزيق ديالو. دابا غادي نحاول نشبر التاكسي بوحديتي، ولكن حنا غادي نركبو ثلاثه سابينه وغنشوف الرد فعل ديالو يديني اقل مسافه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس بوحال واش ركبنا بثلاثة؟ سخبعنا حنايا. ها؟ علاش؟ أنا شاهي العمالة خو ديالي. إحدى العمالة. ما طلعتي لي. قلنا بثلاثة ما فينا ما نهاودو، قلنا راه نشوفو التاكسي. ما طلعتي لي ما طلع. وعلاش تخبعتو علاش؟ حيت التاكسي معروف ما كيركبش ثلاثة، كيركب غير واحدة ولا جوج. هاد النقطة هادي خصنا نزولوها من الضمير ديالنا، هادي هي الأولانية. ودابا العادات، دابا ملي جيتي نسينا أنا الشيارت. تفق معك، دابا القضية ثلاثة البلايص، والله أحسن العون التاكسي يعني كيتجنب واحد المسائل، يعني ما خصو يشارك واحد من هنا واحد من هنا، لأن بيدو عنده الظروف ديالو، عنده المصاريف ديالو، عنده يعني بزاف ديال بالحق، يعني كتغلبوا الضمير ديالو، الإنسانية ديالو كتغلبوا أكثر من ديك الشاب. أنا متفق معك، ولكن دابا حنا علاش دابا ملي كيعيطوا لك عيد ثلاثة ما كنسوقهمش، إلا شفتي ثلاثة ما كنسوقهمش. خصنا نعطيك واحد النقطة في هذه المسألة هذه، هو عنده الأسباب ديالو، مثلا يعني أنا قلت ما عطات لك ربما جبار يعني ريسيتا غالية عنده، ربما واش التاكسي فكيدير النهار ديالو، يعني لا شك، هذا واحد من هنا هذا واحد من هنا، هذه أول حاجة. وكاينين بعض السائق الضمير ديالو كيغلبوا كثر من ديك، مثلا ما يفكرش ما بين واحد وجوج ولا غادي جبار كيشيال التاكسي واخا هو غادي. دابا اقل مسافه شحال غادي تكون؟ عندها 5 درهم. دابا انا 3 سابين. دابا انا 3 درهم شنو كيعمل؟ كيقول الدنيا هانيه ما عرفش الارزاق، واخا هو عنده المصاريف ديالو، عنده المسائل ديالو، كل شيء عنده زايد، كيقول الدنيا هانيه يعني، وماشي كل شيء. مثلا انتينا دابا انتينا الشكونه وقفتي هايدا ومن بعد جاو لي الدراري، كان يا خويا يقول لك لا ولا او يسكت لك الطونوبيل مثلا. علاش دابا قبيله السكونه وقفوا ثلاثه ما وقفوش، قلنا راه نتخبعوا باش نشبر التاكسي. وانا انتينا شبرت. وقفتيني عادي يعني. شبرتيني عادي. عادي ما كاين حتى شي مشكل. وطقي هذا. دابا انا غنزل عير فاين. ما كاين حتى شي مشكل، فيما نزلتي ما عندي شي مشكل. شحال يعني. غادي نطيول؟ دابا انا جاتني 3 دراهم. كتجي 5 دراهم، يعني ادنى رحله كتجي 5 دراهم. صافي تقدر تخليني غير هنا؟ ما كاين حتى شي مشكل. دابا في هذه الحالة هذه شنو غادي نعمل؟ هاد من الحالة هذيك عندك الكاريرة ديالك ديال 5 دراهم. ولكن بعد التاكسي كيقول لك لا تسمى بثلاثة يعني كاريرة صغيرة خاصكم تزيدوا لي بسم الله. بسم الله. صافي هذيك الله دابا صافي 10 دراهم انا عطيتك. كنشكرك على هذه مزيانة. هذه المعاملة هذه كتساعد حتى السائق المهني، كتساعد باش كيزيد يوج ثلاثة. وهاد القضية مرضي ديال ثلاثة البلايص ما خصناش نعموا عليها، هذه هي النقطة الوحيدة، ما خصناش نعموا على هذه النقطة هذه، لأن كاين ولاد الناس في هاد الطوميلات. دابا انا اللي جيت نقول لك حنايا دابا اللي عايشين هي التجربه وصافي، حنا خرجنا غير واحد البورطاج كنصوروه وعملنا واش عندك على تيفان. غادي يعني غادي نتناقشوا انا وياك في هذا الموضوع. دابا حنايا كنصوروا صراحه ما محتاجين شي في التاكسي، حنا غير كنصوروا قلنا نعملوا واحد التجربه. حيت كاين اللي كيقول لك كاين التاكسي كيوقف على ثلاثه وكاين التاكسي اللي ما كيوقفش على ثلاثه. حق سيناس تبارك الله عليك، انا وقفت واخا جاب الدراري ما هضر. انا عندي واحد السؤال مهم الاخ ديالي، هذا اللي كيقول هذا اللي كيقول ما قلت لك الاخ ديالي ملي يقول لك ما كيوقفش غادي نتناقش معك، يعني جبات الميكروفون جبات الكاميرا غادي نتناقش معك مباشره دابا انتينا وما كرهتكش انتينا، تعطيني وقت هذه فرصه، عطيتيني ملي بينتي لي هادشي هذا عطيتيني واحد فرصه كبيره يعني باش نعبر مشاكل ديال التاكسي ديال السائق المهني، لانني بدي قلبي طايب وانا الضمير ديالي مرضي ما كيهنينيش الخاو ديالي. انا ضعف ضعيف، بغيت نعطيك واحد السؤال مباشره، الا عملتي استجواب على شي واحد وقلتي وقال لك التاكسي ما كيوقفش عليا، قول واش عمرو هزك التاكسي بها بعابيكم كانت يماك عندها
سولوا على هذا السؤال هذا وشوفوا واش غادي. مي راه نهزينا اربع وزينا خمس وضع الضعيف هذا وماشي غير انا مثلا عندي عدد مني الناس كتعمل الخير. نعطيك واحد النقطه مهمه جدا، غدا في 9 الصباح كنبداو في 5 الصباح كنهزوا الناس ديال الدياليز فابور مجانا في 5 الصباح كنبداو معاهم كنوصلوهم حتى للكلينيكات عندنا هنا في هذه الطفيه هذه ديال الجمعيه وعندنا ديال بنيس وعندنا ديال طنجه باليه وعندنا ديال السد. 5 الصباح كنبداو خدامين معاهم كنوصلوهم مجانا وكنرجعوهم مجانا. هاد المسائل هادي ماشي غير انا، عندنا واحد 30 ولا 40 سائق، واخا بديك المعاناه اللي كنعانيو بديك الريسيتا غاليه، المازوط غالي، الدحس في الطريق، والسائق الا ما شافش راه ما غادي يديش النهار ديالو. كما قال الاخ ديالنا قال حتى الريسيتا في الصيفيه مول التاكسي كيزداد عليك 25 كتولي 30 او كتولي 35، هاديك 100 درهم اللي كتزداد كتزداد نباطون مثلا، ما عادش السائق. طير نزل في البلوكاج مع بروفا. هاديك انت بعد حال ما عاد شنو هي السائق اللي عنده الضمير كما هضرت مع الاخ ديالي، كنحاولوا كنقولوا للمواطنين ديالنا ما تعموش على اي حاجه، الصالح والطالح كاينه في جميع الحاجات. اللي كتسقس على التاكسي كيقول لك ولد السوق، حق لا ماشي كاملين ولاد السوق، كاينين ولاد الناس كيعملوا الخير. كنشوف الطريق كنجيبوا مثلا الناس كيقول لك وصلني كتوجدوا كتوصلوا كيعملوا الخير، واخا المعاناه اللي عنده كامله ما كيفكرش ما يديش النار ديالو، كيفكر في المعامله الخيريه احسن من كل شيء. قلت لك دابا بزاف ديال الناس سقسناهم في الشارع كيقول لك حنا عندنا واحد ابليكاسيون رجعنا كنمشيو ابليكاسيون ما بقيناش كنحتاجو التاكسي. واخا وحتى من ناحيه الخطافه واخا نعطيك جواب ساهل، هاد الشيء واخا يكونوا هاد الخطافه يكونوا ابليكاسيون التاكسي والله الاخوه دائما يعتمدوا على التاكسي، لان التاكسي عنده واحد الشرف، عنده واحد القمه ديالو، عنده واحد اي حاجه باش ما بغيتيها عنده كيحترموه، لان عنده الارقام ديالو مخصص بالواجب ديالو، اي حاجه في هذا الدومين يعني كيكون ثابت السائق اللي راكب في هذا التائق. مادام السائق المهني كيحمل هادي، مادام السائق المهني كيحمل هاد البطاقه هادي فهو خدام الشرف ديالو. كما شفتوا هذه هي نهايه الفيديو، وانتم دابا عرفتوا علاش التاكسي ما كيوقفش. الله يكون في العون الجامع، ونتلاقاو في الحلقه اللي ما جايه ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.